10 ديال الاخطاء يمكن لك تدمر لك موسم ديالك، سواء كنتي مبتدئ او لا محترف، وسواء كنتي كتربي الكناري او لا غير الكناري. غنعرفوها بالتفصيل ان شاء الله في هذا النهار. هذا معكم ياسين، وهذه قناة ياسين طنجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم ياسين مرة أخرى في فيديو قصير. كيف شفتوا في العنوان، الأخطاء يمكن لكم توقعوا فيها سواء كنتم محترفين أو كنتم مبتدئين. كاين واحد 10 الأخطاء الشائعة اللي يمكن أي واحد يعني يوقع فيها. عنبداو باش ما نطولوش. الرقم واحد هو الجنس الطائر، سواء كنتي كتربي مقنن، كتربي كامر، كتربي بيروش الى اخره، عتوقع في الخطا ديال الجنس ديال الطائر. انا كنهضر على الناس خصوصا تقول لي لا ياسين ما يمكنش هادشي اللي كتقول، هادشي هذا المبتدئين وما كتحوش فيه. نقول لك لا، راه 70% ديال الناس اللي كتربي كطيح في هذا المشكل هذا، خصوصا الناس اللي كتبدا كمبتدئين وكيحاولوا يدخلوا المرحله ديال الاحتراف. اش كيوقع على ان انسان كيبغي يربي الطفره، والطفره دائما فيها مشاكل ديال الجنس، اغلبيه ديال الطفرات. عنبداو مثلا نديك مثال مثلا بالمقنن، المقنن العادي اللي هو بلدي، ممكن هو اصلا صعيب، ممكن انك تعرف له الجنس ديالو بعد يعني بعد اشياء، ولكن في الطفرات صعيب. هذه اولا خصك ضروري تستشار مع المختصين. عند شون الكناري الطفرات ديالو بحال جلوستر، بحال هذه اللي فيها الريش بزاف، راه بزاف ديال الناس كتوقع في هذه الاخطاء هذه. اذا ما تستهنوش بهذا الشيء هذا، ودائما استشروا مع الناس اللي هم مختصين واللي مربيين، ماشي اللي بيع الشراية. وحنا كنعرفوا شنو وقع في السوق، لان دائما كنصح الناس يمشيو يشريو مع المربيين ماشي من السوق. هذه من ناحيه ديال الكناري. يعني مثلا بيروش تقول لا حقاش الصبغه ديال الادرينالين ديالو يعني كتبين كتكرر، مثلا انت نقول لك ماشي في كل شيء. مثلا انا نعطيك مثال الالبينو واللاتينو، ما فيهمش الصبغه ديال الادرينالين، اذا صعيب تعرفوا فين اللي انتم فين هو التكار. كاين بزاف ديال الناس باقي كيطيحوا في هذا المشكل هذا فيما يخص البيروش، وكاينه بزاف. يعني احنا باش ما نطولوش الفيديو، كاين اذا انسان يحرص تمام الحرص على الجنس الطائر. هذه اولا. غنجوزو الثاني هي الامراض الغير المعروفه او اللي ما بيناش، وهاد الامراض هذه بحال الكبد مثلا، بحال الشحره كنقولوا حنايا ديال الرئتين، نزله برد او ما هو بالانفلونزا. اذا كاينه بعض الاشياء اللي هي في البدايه ديالها واللي هي ما معروفاش، ودخل الطائر في الانتاج ديالك في الموسم ديالك، غينتج لك عادي، ولكن غينقل الامراض ديالو للفراخ ديالو الساعه اللي ممكن كيوكل، سواء كانت انت ولا ذكر. اذا مربيين كبار تكمل مثلا بحال في الكناري اللي هو باكو ايوي اللي هو معروف عالميا، وفي البيروش مثلا غنعطيو بدانيال اللي هو السويسري اللي عايش في هذه. اذا ما كاينش كنظن انا ما كاينش ولا ما كيعرفش الجوج هادو. اذا هاد الناس هادو بزاف الناس ما يكونوش معاهم. انا كنقل غير الهضره ديالهم، وكنقل غير وجهه النظر ديالهم. كيقول لك اي انسان شرا طائر باغي يدخله في الانتاج خصو يدوز موحد جوج الادويه اللي هي انتيبيوتيك واللي هي انتي بكتيريا. هادو كاينه بزاف حيقول لك لا حنايا الدواء ما حنايا احسن انسان ما نمشي الدواء هذه. المهم انا كنحترم جميع الاراء طبيعه الحال، كل واحد والتجربه ديالو. بالحق انا كنقول لك محترفين بين قوسين شنو كيقولوا فقط. اذا هادوك الناس اللي كيشريو الطائر جديد بواحد الدم جديد بواحد المزرعه جديده، ان شاء الله كيجيبوهم هادشي اللي كيعملوه، كيعطيوه جوج خمس ايام ديال
الانتي فيروس وخمس ايام ديال انتي باكتيريانوس. اذا باش كيضمنوا انهم ما فيهم حتى شي مرض فبالتالي ما ينقلوش الامراض ديالهم من الفرخ. هذه كانت الثانيه. رقم ثلاثة هو السن، العامل ديال السن، الفرق ما بين السن ما بين الذكر والانثى، يعني الفرق بيناتهم. اما الانثى كتكون صغيره اقل من 10 شهور 11 شهر، يعني انا كنفضل 12 شهر فوق، سواء كان في الذكر ولا في الكناري ولا في بيروس ولا في مكان. وفي نفس الوقت اولا الذكر كيكون كبير اكثر من العاده اولا صغير اكثر من العاده. اذا خصنا نتاكدوا من عامل السن. السن ضروري التوافق بيناتهم. المشاكل اللي كيوقعوا راه معروفه، السن راه ديال الانثى اللي كتكون صغيره، مشاكل في البيض معروفه، مشاكل في البيض، ما كيلحقش يكون حتى الكالسيوم، كتقلب البيض في الكرش ديالها الى اخره. اذا الانثى المشاكل ديالها معروفه، وعاد كيدخلوا في واحد الصراع بيناتهم دموي يقدر يقتلوا بعضياتهم. الذكر اذا كان صغير راه التلقيح يخرج لك البيض خاوي، وإذا كان كبير أكثر من العادة يخرج لك البيض خاوي. خصو يكون في الأوج ديالو، وأنا ديما كنفضل العام الثاني اللي هو يكون في عمره مع عامين، وهذا الشيء ديالي خاص بيا بطبيعة الحال، ما كندرسش على كلشي. هذا الثالث. إذا غنوصلو للرابع. الرابع هو تحريك الأقفاص. سواء كان عندك مزرعة أو كتربي غير واحد ولا جوج، أكبر غلط يمكن تعملو هو في الساعة ديال التزاوج ديالك تبقى تحرك القفص من هنا إلى هناك. القفص خصو يكون في واحد البلاصه ما فيهاش المشاة، ما فيهاش الصداع بزاف، ما فيهاش الرائحه ديال الطياب ولا شي حاجه اخرى. اذا خصو يكون بوحدو منعزل بلا صداع بلا والو. هنا عيعطينا انتاج. اذا كان عندك الطيور مزيانين بزاف وكنتي كتنقلوا من مطعم لمطعم على حساب كاين بعض المبتدئين ما كيعرفوش، خصو يجيبوا الله باقي، خصو في ذاك الوقت هذاك خصو بالشمش يضربوا الضرب، يعني هذا كيخرجوهم يشمشوهم ومن بعد يرجعوهم. هذا خطا كبير بزاف يمكن توقع فيه. راه ما يوقع مع الانتاج ديالك غيجي زيرو، غيمشي لك غيمشي لك كلشي. اولا يمكن لك مثلا كاين الناس كتبدا في واحد بلاصه معينه، وفي النص ديال الانتاج شهر 4 ولا هادي باغين يبدلوا المزرعه، يمشيو من بيت لبيت ولا يمشيو من بلاصه لبلاصه. هذاك اكبر خطا يمكن تعمل، اكبر خطا هنايا يتحد لك الانتاج. وانا شخصيا وقع لي هادشي. هذا كان عندي في واحد البيت وبغيت نطلعو، بنيت لهم واحد بلاصه في السطح وبغيت نطلعو من البيت اللي في السطح، وفي النص ديال الانتاج مشالي الانثى كاملين سمحوا في البيض ديالهم اللي عنده فرخ سمح فيهم. وقعت كارثه، كان عندي 40 تقريبا في يعني طريقه يعني كوبل، مشات كامله وموسم تضرب لي على والو على والو. اذا عندكم تطيحوا في هذا الخطا هذا. اذا فين وصلنا؟ كنظن وصلنا للخامس. الخامس هو كيفاش ما قلنا، الخامس هو تغيير الاكل. هنايا كاين بزاف ديال المربين كيطيحوا في هذا المشكل هذا. يا كيبدلوا البذور الاساسيه ديالو اللي هو الزوال، اذا كان كيربي الكنار او لا ماكلة الشوك حسب المقنين، او لا يعني باش ناو داكشي هذاك من الناحيه ديال بريكيتوس بيروش، يعني كيبدلوا لهم، يعني كيبدلوا لهم ماركه ديال داك البذور اللي كانوا كيعطيوها، اولا كيضيفوا لهم اكل جديد خضار اللي ما كانوش مسانسين به اللي هما العام كامل. وهذا خطا كبير كيوقع كاس ديالهم، يعني كيوقع فيها كتجرينهم، كيوقع يعني جرايم ديال البطن. فبالتالي امراض عاد كتدخل عليهم جديده، وهما في واحد الفتره اللي ما خصهمش حتى حاجه تاذيهم اذا كنولفوهم بواحد الاكل، سواء كان من الخضر او لا كان من الفواكه او لا كان من البذور، محددين على الاقل واحد 3 شهور قبل ما ندخلوهم يعني الفتره ديال التزاوج ديال الكريه. على وكنمشيو معاهم هيداك، ما كندخلوهم شي حاجه جديده، حتى كنتاكدوا على انهم مزيانين، الكرش ديالهم مزيان، كلشي فيها مزيان، ما كاينش مشاكل عن الطير. عاد كندخلوهم التزاوج وكنخليوهم بنفس الاكل وبنفس الماركه ديال الاكل، خصوصا
الزوان وداك الشيء هذاك. يعني نقول كتعطيهم الزوان ديال كندا، عطيهم الزوان ديال كندا ما تبدل لهم شيء. اذا كتعطيهم بشنه محمد يعني محدد واحد النوع ديال بشنه بواحد الماركه ديال معينه عطيها لهم. اذا هذا الشيء هذا ما نهضروش عليه. اذا انه اذا بدلتي لهم يدخل لهم واحد النوع ديال الامراض واخا غير بسيط من التسيف، كيوقع بزاف هذا الشيء اللي كنهضر انا عليه. اذا هاد القضيه هذه مهمه بزاف، ما تعملوها شي وما تحاولوش تدخل لهم ماكله جديده. وصلنا دابا النصيحه رقم 7. اذا النصيحه 7 هي العظم ديال الحبر او السيبيا. حنا كبي هذه معروفه ولكن بغيت نذكر بها، هي اهم حاجه كاينه في هاد الموسم هذا هو عندكم تقاد لكم وتعكزوا انكم تجيبوا لها واحده اخرى. راه بلا بها ما كاين لا بيض، ما كاين لا صحه ديال الطائر. العظام ديال الطائر كترشى كيولي باهت، كيولي ضعيف في البنيه ديالو، ما قدرش يعطي وما قدرش ينتج. اذا العظام الحبر ضروري وضروري وضروري بزاف يكون في وسط القفز، هو العام كامل، هو العام كامل بالحق. حنا كنهضروا على موسم التزاوج، خصو يكون وبكثره. يعني هذاك من ضمن الطعام ديالهم، ماشي تقول هذاك حاجه زايده كتعطى لهم فوقاش ما كان. لا انا حقاش كنعوض لهم بكارسي لوكس ولا هادشي هذا. انا شوف هاد كلمه هادو، هاد كارسي لوكس وهاد كلمه ديال يعني كيعطيو كالسيوم، هي مزيانه. انا ماشي ضد هادشي هذا، حق انا شخصيا عمري ما استعملتها وما كنفكرش نستعمل، لان العظم ديال الحبر اللي هو فيه ديجا كالسيوم في املاح معدنيه كافي جدا، كافي جدا للطير ديالنا. انا بعدا عمري ما طحت في مشكل ديال البيض، وعمري ما استعملت لا كارسي لوكس ولا هاد المنتجات بين قوسين اللي صدعونا بهم الراس ديالنا. اذا باش نكونوا واضحين على ان عظم الحبر من الضروريات. هذه هي النصيحه 7. غندوزو النصيحه رقم 8. النصيحه رقم 8 هي هيجان الذكر. حنا الاخطاء اللي تقدر تعمل فيها، الاخطاء اللي تقدر تعمل يعني، هو انك تقدم الادي تروا او الكونسنترادو في الوقت اللي الانثى كتكون يعني حاضنه على البيض، اولا باقي عندها الفراخ صغيرين باقا كتوكلهم عندك وعندك تعملها. لانه يعني اذا قدمتي هذه الدواء هذا الادي تروا او اي شيء اخضر، يعني شيء اخضر تبع الحال كاين بعض الاشياء بحال البروكولي ولا هذه يعني اللي كتاكل الانثى باش توكل ولادها، هذيك حاجه اخرى. ولكن كاين بعض الاشياء اللون ديالها اخضر اللي غنيه بفيتامين او، يعني هي كتهيج الذكر، فهمتيني. اذا حنا هنا اش كنعملوا؟ كنجنبوها فحال الحريقه. اللي ما شافش الحلقه ديال الحريقه يجوز يشوفها، راه مهمه بزاف. بحال هذيك كنجنبوها، ما كنعطيوهاش الذكر ديك الساعه هذيك ولا الانثى، باش ما يحاولوش يدخلوا لنا في دوره اخرى هما باقي عندهم البيض، فبالتالي الذكر يدخل يهرس داك البيض او لا يبقى يزن على الانثى باش خصو يدخل في دوره اخرى، الانثى تهرس البيض او لا تمشي تقتل ولادها اذا كان عندهم ديجا عندهم فروخه. اذا رقم 8 مهم بزاف هو ان ما تقدموا حتى شي حاجه يعني اللي كتسبب الهيجان ديال الذكر. ردوا بال في هذه القضيه، وهذه القضيه مهمه. اذا وصلنا للنصيحه رقم 9. النصيحه رقم 9 هي موجهه الناس اللي كيوجدوا بالطفرات، خصوصا طفرات ديال الريش. وهنا كنهضر هنايا على الكناري في هاد في هاد في هاد النصيحه خصوصا الناس اللي كتربي جلوستر او لا تبغى تربي جلوستر. رد بالك الجلوستر ضروري ومؤكد يكون عند خصك تزوج واحده بالشوشه اللي عندها الشوشه مغطيه على عينها، واحد ما عندوش الشوشه، تفهمنا. اذا هاد الجوجه ضروري، ما يمكنش تعمل وحده بشوشه وهو بشوشه، او لا هي بلا شوشه وهو بلا شوشه. ضروري ومؤكد واحد بالطربوش وواحد وحده بلا طربوش، او العكس. ما كيهمش شكون اللي بالطربوش شكون اللي بالطربوش. علاش؟ لان الناس اللي ما كيعرفوهمش، ان اللي ما كيعملوا اللي ودا جوج هاد الجوج هادو كيطلع الفراخ كيطلعوا قرع بلا ريش في الراس ديالو، وهذا خطا كبير يقدروا الناس يوقعوا فيه. انا بغيت نوه ليلو. اذا هاد النصيحه موجهه لكم نتوما اللي باغيين تعملوا جلوستر. اذا موسم موفق والله يجيب التيسير للجميع. وصلنا
نصيحة رقم 9، إذا هذه نصيحة رقم 10 إن شاء الله. إذا النصيحة الأخيرة هي عندك تفكر تبدأ تربي أي حاجة، أي نوع ديال الطائر في هذا الوقت هذا، يعني إحنا يا فوسط موسم الإنتاج، إلا بشرط إنك وداعت تشريها مع شي مربي ومربي موثوق. أما إذا تهود من السوق باش تشري أي نوع ديال الطائر، كان كناري كان بيروش كان اللي بغا يكون، باش تزوجوا يعني وتدخلوا في موسم التزاوج، عرف على انك هذه خطا كبير وما عجبرش شي حاجه. واللي كاين في السوق دابا كاين كبير وواجد وكاين اغلبيته، ما نقولش كلشي، اغلبيته هو ما صدقش مولناه، اذا فيه شي عيوب يعني تكون خطيره. اذا انتنا عاد تما على انك نوعا ما فاتك الوقت اذا بغيتي تبدا من دابا، الا اذا عندك شي واحد موثوق يبغي لك الخير ويبغي لك يبيع لك حاجه اللي هي مزيان. غير داكشي هذاك، دائما النصيحه انك دابا باش تدخل في اي موسم تبدا في شهر 9 تشري الفروخه باقي صغارين او تشريهم واجدين او اللي بغا يكون. المهم يكون عندك حموده تولفوا على المكان الى اخره باش ينتجوا لك واحد الانتاج معروض، ويكون عندك موسم مزيان وتعمل ثقه في راسك. اهم حاجه هي تعمل ثقه في راسك على انك انتينا كتنتج، وانك انتينا يعني قادر انك تنتج، لان اكبر حاجه خايبه المربي هو ما يصدقلوش الانتاج. لكن ما كيصدقش الانتاج كيفقد الثقه في راسو وكيمل الهوايه وكيقول هادشي ما عطاني شي، هو خصو غير اكسبيريونس تكون مزيانه، تكون يعرف شنو كيعمل، والوقت اللي شريهم يكون بكري باش توالفوا معاه ويعرف السيستم ديالهم الى اخره. هما بيدهم كيتوالفوا معاه وكيعرفوا السيستم ديالهم. كان هذا هو فيديو، اسمح لي راه طولت عليكم وقيله. اللي باقي ما شارك يشارك معايا، لايك الاخوان، انتم بلا ما نقول لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.